عمون عمون أيوان روح حرك طالعة يلا كلام كبير بدون تفكير حصل إيه يا راجل كلام كبير يا عم بدون تفكير امشي يلا والشمالك هدي بالك احكي لحالك يعني خطير لا تحكي وتفتش وهذا يا ستة ترفي ورطش وكذب كتير والشمالك هدي بالك احكي لحالك يعني خطير لا تحكي وتفتش وهذا يا ستة ترفي ورطش وكذب كتير كلام كبير بدون تفكير كلام كبير بدون تفكير شون الوضع؟ والله يا سنايدي تراها خربانة مرة. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام كبير. اليوم حلقتنا عن خط الاستواء. شو هو خط الاستواء وشو بنعرف عنه؟ تابعونا عشان تعرفوا. خط الاستواء عبارة عن إيش؟ يعني هو عبارة عن خط يعني ما يعني كأنه بيعكس من السماء إنه يعني بيفصل بين يعني البلاد الباردة والبلاد الساخنة. طيب شو لونه؟ أخضر. خط الاستواء عبارة عن إيش؟ خط خيالي اخترعوه العلماء علشان يقدروا يعرفوا وين نص الكرة الأرضية. شو أثر خط الاستواء على الناس؟ خلاهم مرضين. شو الأشياء اللي حطيها اللي صارت بخليج العقبة بعد ما ظهر فيها خط الاستواء؟ صار في انفجارات وصارت السماء لونها هيك بني. شو بتشبه أكتر شيء بيشبه خط الاستواء؟ خيارة. خيارة. شو تأثيراته السلبية اللي ظهرت مؤخرا في خليج العقبة؟ صارت تمطرت كتير الدنيا وفاض البحر. طيب هلأ عمان العاصمة الأردن تأثرت بالموضوع؟ شو التأثيرات السلبية الحساسية المحسوسة صارت بعمان؟ كانت الدنيا شتاء صارت صيف. خط الاستواء هو شو تأثيراته على الكرة الأرضية؟ تأثيراته أنه هو بطل في أمطار كتير فصار في جفاف وتشققت الأرض. يعني سمعت أنت الموضوع هذا آخر فيضانات صارت العقبة؟ شو صار بالضبط؟ شرحي لي الموضوع هذا. إجا في زلزال قوي كتير في البحر فسوى تسونامي وإجا وخرب كل البيوت اللي هناك. تأثيراته على التضاريس والأجواء شو تأثيراته كانت السلبية أو الإيجابية؟ السلبية لأنه يعني خليه ساخن يعني صارت الجو كتير بالعقبة ساخن. كم وزن خط الاستواء؟ 60 مليون طن. شبه شو خط الاستواء بالضبط؟ شبه الحديدة المتنية وبعدين تجمدت. هو خط الاستواء عبارة عن إيش وشو لونه؟ بيكون ظاهر على الكرة الأرضية بيكون الكرة الأرضية نصفين وبيكون لونه أحمر. شو حلو الأزمة الاقتصادية هاي بعمان؟ يحاولوا إنهم يشيلوا خط الاستواء ويرجعوه على مكانه. هل في أثر سلبية على الناس بسبب خط الاستواء؟ نعم. شو الأثر السلبية؟ إنه الناس يصيروا ما يحبوا بعض. في منهم مات فصاروا يتشاجروا على إنه في مشاجرات وصاروا في قتل وكتير أشياء. هذا بسبب خط الاستواء يعني؟ طيب أنا بدي حلول مطروحة من عندك، أعطيني حلول معينة لحتى نلحق الموضوع هذا، عرفت عشان ما يتطور، أعطيني حلول معينة من عندك. لازم نحط مثلا سور كتير طويل عشان ما يصير في فيضانات. احكي لي المأساة اللي أنت عشت فيها بوقت ما صار الحدث هذا. لما شفت هيك الأرض ضلت نايمة. وهيك أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم اللي بخصوص خط الاستواء. الله يسامحكم، خط الاستواء بيختفي وبتغير مكانه. يا الله. إلى اللقاء. كلام كبير بدون تفكير. حصل إيه يا راجل كلام كبير يا عم بدون تفكير امشي يلا. والشمالك هدي بالك احكي لحالك يعني خطير لا تحكي وتفتش وهذا يا ستة ترفي ورطش وكذب كتير. والشمالك هدي بالك احكي لحالك يعني خطير لا تحكي وتفتش وهذا يا ستة ترفي ورطش وكذب كتير. كلام كبير بدون تفكير كلام كبير بدون تفكير شون الوضع؟ والله يا سنايدي تراها خربانة مرة.